هذه المسائية من الميادين وفي ملفها الوحيد. القادة الخليجيون يوقعون اتفاق المصالحة في السعودية وعودة العلاقات بالكامل بين قطر والدول المقاطعة. هل أنهى بيان العلا الخلافات أم حيدها؟ قطر تربح بالضربة القاضية بتقديمها تنازلات شكلية، والدول المقاطعة تفك حصارها وتتراجع عن جوهر شروطها. أي دور أمريكي في المصالحة؟ ولماذا استعجلت إدارة ترامب إتمامها قبل المغادرة؟ وأي انعكاسات إقليمية لعودة التقارب الخليجي الخليجي؟ مرحبا بكم. مدينة العلا السعودية تحتضن القمة الخليجية وتوقيع بيان المصالحة لتفتح معه الأسئلة عن حسابات الربح والخسارة بين صلح المتخاصمين منذ نحو 4 سنوات. ما الأثمان التي قدمها كل طرف؟ ومن تنازل لحساب الآخر؟ في مشهد التوقيع على طاولة الأمراء وأولياء العهد، خرجت قطر رابحة بالضربة القاضية عبر تقديمها تنازلات شكلية، فيما فكت الدول المقاطعة حصارها وتراجعت عن جوهر شروطها 13. فهل هي مصالحة هشة؟ ماذا عن حقيقة بنيانها ودعائمها؟ هل أنهت الخلافات فعلا أم حيدتها؟ وأي دور ساهمت به واشنطن ومبعوثها إلى القمة جاريد كوشنر لإنهاء هذا الملف؟ ولماذا هذا الاستعجال الأمريكي لإتمام المصالحة الخليجية؟ هل هي الترتيبات الأخيرة في أجندة ترامب قبل المغادرة؟ وأي انعكاسات لعودة التقارب الخليجي الخليجي على ملفات المنطقة وعلى العلاقات مع دول إقليمية كبرى؟ إذن هذه عناوين ومحاور المسائية نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا. معنا من اسطنبول الصحفي المتخصص في الشؤون الخليجية سيد سليمان النمر، ومعنا أيضا من العاصمة الأردنية عمان السيد عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، على أن ينضم إلينا من واشنطن المستشار السياسي لمركز ميرديان للدراسات الاستراتيجية السيد خالد صفوري. مرحبا بضيوفنا من انضم وسينضم. اسمحوا لنا قبل أن نعقد دائرة النقاش أن نبدأ بهذا التقرير، حيث مخرجات القمة الخليجية 41 في مدينة العلا السعودية تؤكد على إنهاء الخلاف مع قطر وتعزيز دور مجلس التعاون عبر توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية. طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية وجميع ما يخدم إن شاء الله العلاقات بين الدول العظام وأيضا مصر. طي كامل إذن للخلاف مع قطر وعودة للعلاقات الدبلوماسية معها، أبرز ما خرجت به القمة الخليجية 41 في مدينة العلا السعودية. محمد بن سلمان متوليا زمام الأمور رأس القمة التي مثلت انفراجة في الخلاف المستمر منذ أكثر من 3 أعوام بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر. بغياب الملك السعودي استقبل الأمير الشاب ضيوف المملكة على رأسهم أمير دولة قطر تميم بن حمد. قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج اجتمعوا ووقعوا البيان الختامي للقمة الخليجية الذي شددوا فيه على عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها. وتؤكد مخرجاتها التي انعقدت بغياب ولي عهد الإمارات وملك البحرين على تكاتف دول الخليج في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في شؤون أي منها. في موقف بن سلمان دعوة إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة. ونحن اليوم ما أحوج أن نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التحديات التي يمثلها برنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريع التخريب الهادمة التي يتبناها وكلاءه. يحرص جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره الأول على الحضور شخصيا إلى القمة ليرعى المصالحة والمصارحة التي وفق بيانها أفضت لطي صفحة الماضي وتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون. مرحبا من جديد بضيوفنا. سأبدأ معك سيد عريب الرنتاوي، نريد أن نفهم ما الذي جرى حقيقة في العلا؟ ما طبيعة تشخيص ما تم في العلا إن كان على مستوى القمة لمجلس التعاون الخليجي وعلى وجه الخصوص هذا توقيع اتفاق المصالحة؟ كيف وصلنا إلى هنا؟ هل نحن أمام تجميد للأزمة أم فعلا طي صفحة الخلافات؟ يعني تحياتي ست رانيا لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. أعتقد أننا أمام مصالحة سعودية قطرية بالأساس،
الدول الثلاث الأخرى ربما تجرعت كأس المصالحة على مضض. هذا كان باديا في حجم الحضور والتمثيل وردات الفعل ولغة الجسد إن شئت، فضلا عن أن المعلومات التي سبقت انعقاد القمة كانت تشير في الحقيقة إلى عدم استعجال إماراتي، إلى تحفظ مصري، إلى غضب بحريني عبر عن نفسه بالاختراقات الأخيرة للمياه الإقليمية القطرية والأجواء القطرية من قبل زوارق وطائرات بحرينية في هذا المجال. لذلك نحن نتحدث هذا فصل سعودي قطري بالأساس. أما بقية قضايا الخلاف بين الدول الرباعي العربي وقطر فهي في الحقيقة معلقة مجمدة، لم يجري التطرق إليها. تراجعت الدول الأربع عن شروطها الـ13 المعروفة، والتي كانت بمثابة صك إذعان واستسلام يذكر بشروط المنتصرين في الحرب العالمية الثانية على كل من اليابان وألمانيا، حتى أن الدول أرادت تقارير دولية عن مستوى الإنجاز القطري لهذه الشروط، تبدأ بتقارير شهرية وربعية ثم سنوية ولمدة 10 سنوات. لك أن تتخيلي بهذا المجال ما قرأناه اليوم وما تسرب من مداولات القمة أن هذا كله بات من الماضي، وأن قطر لم تقبل بهذه الشروط، وأن دول الرباعي العربي تراجعت عن هذه الشروط. والبيان الختامي إن رأيت جاء مشبعا بالنوايا الطيبة صحيح. وإعادة إنتاج الأفكار والمبادرات القديمة، بعضها مضى عليه أكثر من 10 سنوات يعني، ويرحل من قمة إلى قمة في هذا المجال. البيان تحدث بلغة القانون الدولي عن حسن الجوار وعدم انتهاك السيادة واحترام وحدة الأراضي وغير ذلك في الحقيقة من مفردات تنتمي إلى قاموس العلاقات الدولية المتفق عليه والمتعارف عليه، والذي يعني كل شيء، ولكنه في نفس الوقت لا يعني شيئا على الإطلاق بهذا المعنى. لذلك في ظني أن هناك خطوة انفراجية مهمة في هذا المجال. الأزمة يعني تهدأ ولكنها لا تحل. فتح الباب للحوار والدبلوماسية لمعالجة القضايا الخلافية. قطر ستتكيف يعني نسبيا مع بعض المعطيات شديدة الإزعاج لبعض نعم. الأطراف الخارجية بالذات للسعودية، سواء في أدائها السياسي أو في أدائها الإعلامي، لكن مواقع الأطراف بقيت على حالها. وفي ظني، وربما أكون هنا أقفز إلى خلاصة قد نصل إليها في نهاية البرنامج، وهي أن مجلس التعاون الخليجي الذي يحتفل بالذكرى الـ40 لتأسيسه لن يعود كما كان عليه الحال من قبل. السعودية هناك التي من قدم كانت عمودا سيد في الرنتاوي أنه نحن أمام ولادة أو انطلاقة جديدة حتى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الواحدة، ولكن بكل الأحوال طرحت العديد من النقاط التي يمكن أن نبني عليها في النقاش. بالانتقال إليك سيد سليمان النمر، هي يعني ما تم في العلا هو اتفاق إعلان نوايا كما قال السيد الرنتاوي. تبدو المملكة العربية السعودية أكثر المتحمسين لإتمام هذا الاتفاق، وكما قال السيد الرنتاوي هي مصالحة بين قطر والمملكة العربية السعودية. الصورة ربما أفضت إلى ذلك، عملية المعانقة، الاستقبال على باب الطائرة، هذا فعله مع كل يعني الوفود ولي العهد محمد بن سلمان، لكن المعانقة كانت سجلت بشكل أساسي بشكل لافت بين الأمير القطري وولي العهد السعودي. هي كذلك برأيك، وما الأسباب؟ أولا اسمحي لي وأعطيني وقتا لأضعك بأجواء التي عقدت فيها القمة، قمة العلا الخليجية، والتي تابعتها منذ الصباح حتى المساء. هذه الأجواء أن تقول أن القمة عقدت بغياب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عقدت أعمالها في منطقة العلا الأثرية شمال غرب المملكة، ولم يشر أو يتحدث الإعلام السعودي والخليجي عن غياب الملك سلمان على القمة وعن أسباب هذا الغياب، وإن كان يعتقد أو يجزم أنها أسباب مرضية عارضة. ولذا ترأس القمة ولي عهده وابنه الأمير محمد بن سلمان. القمة الخليجية اقتصرت على جلسة افتتاحية تحدث فيها رئيسها الأمير بن سلمان وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، باعتبار أن الكويت هي التي رعت هذه المصالحة الخليجية منذ نشوب الأزمة. وجرى خلال الجلسة الوحيدة التي عقدت جرى التوقيع على ما سمي بيان المصالحة،
وعلى بيان قمة العلا. هذه ولوحظ أنه لم تعقد أي جلسة عمل ولم تعقد أي لقاءات ثنائية بين رؤساء الوفود التي شاركت بالقمة كما جرت العادة، ولم ينقل الإعلام المرئي الخليجي أي أخبار أو عن سفر الوفود المشاركة، والتي كانت في الحقيقة هي حضرت كشهود الزفة هذا. وبدأ واضحا الاهتمام السعودي في هذه القمة مركزا على حضور ومشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، منذ أن حضنه أو خصه ولوحده ولي العهد السعودي بعناق عند سلم الطائرة التي نزل منها، وبعد ذلك الجولة التي اصطحب الأمير محمد بن سلمان بسيارته ضيفه الشيخ تميم في أنحاء المواقع الأثرية في منطقة العلا. كما لوحظ أن الاجتماع الوحيد الذي عقد كان الثنائي الذي عقد خلال القمة كان هو فقط بين الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم. نحن هذا كله شاهدناه سيد النمر، وحتى في بعض التفاصيل الأخرى التي جاءت فيما بعد، لكن ولو بقيت معك بدقيقة نريد أن نفهم المحرك الآن بالنسبة للمملكة العربية السعودية للذهاب بمثل هكذا اتفاق. أهم أشير إلى أن الاهتمام السعودي كان مركزا على مصالحة قطر بدون الشروط 13 التي كانت دول مقاطعة قطر قد اشترطتها لوقت مقاطعتها للدوحة، بالإضافة إلى الإعلان عن المصالحة مع الدوحة وقيام السعودية بفتح حدودها البرية والبحرية وأجوائها أمام قطر، فإن المصالحة تضمنت كما أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تضمنت استعادة أو إعادة علاقات الدول الأربع الدبلوماسية مع الدوحة، وفتح أجواء هذه الدول أمام الرحلات الجوية من وإلى قطر. ولم يعلن ما هي الالتزامات المترتبة على قطر نحو السعودية وحليفاتها الدول الثلاث بعد هذه المواقف الإيجابية والتي أهمها فتح الحدود وإعادة العلاقات. وزير الخارجية السعودي ذكر أنه تم الاتفاق على طي صفحة الماضي، وأن الدول الأطراف أكدت تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، وكذلك عدم استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال. وأنا أقرأ هذا التصريح، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني. وهذا سيد النمر سامحني على المقاطعة حتى نسمع أيضا دكتور صفوري يعني رأيه، طالما نقرأ بشكل عام المشهد حيث يعني كان اليوم في العلا، يعني كان في نوع من العموميات فيما تم طرحه في الشكل. كان سامحني نريد أن نسمع دكتور صفوري. اسمحي لي بس في وقت كثير يا سيد النمر. التي أدت إلى الأزمة مع قطر سيتم بحثها والتفاوض بشأنها بأوقات لاحقة في مفاوضات ثنائية بين قطر والسعودية وبقية الدول تحت رعاية كويتية. هذا لو كان الأمر لم يمضي عليه أكثر من 3.5 سنوات وكان هناك الكثير من الجولات، لكن التوقيت أيضا يطرح السؤال، خصوصا أنه في إدارة مغادرة عملت على ترتيب ربما بعض الاتفاقات، إن كان التطبيع مع إسرائيل لبعض النظام العربي أو محاولة لم البيت الخليجي بشكل أو بآخر بمن حضر بما يمكن تطبيقه. وهذا محط سؤال. هذا يحيلنا إليك دكتور خالد الصفوري، بمعنى العراب قدم على أنه كوشنر لم يكن في الصورة حيث كان قادة أو يعني أولياء العهد موجودين في الصورة حيث تم الاتفاق في العلا. في المشهد غاب الرئيس المصري، غاب الملك البحريني، من مثل الإمارات لم يكن أيضا بن زايد، وبالتالي كان هناك بعض الأسئلة عن حقيقة موقف الإماراتي. هل كان ذلك مطلوب بشكل أو بآخر أن يكون فقط التوافق بين قطر والسعودية من إدارة ترامب الراحلة، ولماذا؟ أولا علينا أن ننظر للأسباب. يعني كان سؤالك أنه التوقيت، والتوقيت أعتقد يختصر بأربع كلمات: خروج ترامب ومجيء بايدن. هذه الكلمات الأربعة هي أسباب الحقيقية للتوقيت.
في نهاية أغسطس بداية سبتمبر من العام الماضي زار عادل جبير الدوحة وعرض رفع الحصار الجوي والبحري والبري على قطر، وعرض بعض خطط المصالحة، والقطريين رفضوا لأنهم طلبوا ضمانات. فالموضوع حقيقة اللي مشى الموضوع هو خروج إدارة ترامب، واللي أنا في رأيي الشخصي أنه هي كان لها دور كبير كبير جدا في هذه الأزمة. أنا حضرت ندوة بعد أشهر معدودة، يعني في شهر أكتوبر بعد الأزمة بخمسة شهور في مؤسسة هاتسون إنستيتوت، وتكلم ستيف بانن اللي كان في ذلك الوقت مستشار الرئيس ترامب، ورفع ورقة فيها 13 نقطة، وقال هذه النقاط عرضت علينا قبل تقديمها للعلن ووافقنا عليها كلها. وسؤال إذا كانت الولايات المتحدة معرفة بالأزمة الخليجية قبل حصولها، قال بالتأكيد ونحن دعمنا الموقف الخليجي ضد قطر. بالتالي الأزمة التي خلقتها وغذتها إدارة الرئيس ترامب من أجل ابتزاز القوى الخليجية أسباب انتهت، هذا أولا. ثانيا مجيء إدارة بايدن. إدارة بايدن على الأقل لديها مشاكل كبيرة مع السعودية، وهنالك كثير من أعضاء الحزب الديمقراطي وبعض الجمهوريين لديهم قائمة طويلة من النقاط ضد المملكة العربية السعودية، من موضوع قتل جمال خاشقجي إلى حرب اليمن إلى أمور مختلفة. ولهذا أعتقد أن المملكة العربية السعودية لا تريد أن تواجه إدارة بعكس الإدارة السابقة، الإدارة الخارج إدارة ترامب، تأتي إدارة لديها مشاكل مع المملكة بوجود الجزيرة، وجود بوق للنقد للمملكة العربية السعودية. أقرت السعودية على الأقل أنه ليس في مصلحتها أن تفتح عدة معارك في نفس الوقت، هي على الأقل تريد أن ترتب المنطقة الخليجية حولها ولا يكون لها أعداء عندما يكون لديها معركة مع هذه الإدارة. طبعا في النهاية مصلحة الولايات المتحدة مع السعودية مصلحة كبيرة، ويكون هنالك تنازلات أمريكية، لكن لا شك أنه هنالك مطالب من قيادات الحزب الديمقراطي ورئيس لجنة الخارجية الجديد كونغرسمان ميك قال علنا وطالب كذلك عدة أعضاء مجلس الشيوخ أن أول شيء يجب على الإدارة الحديثة أن تطالب فيه بوقف الأسلحة، تدفق الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات في حرب اليمن، وكذلك أن تنسحب أمريكا بشكل كامل. وأعتقد أنه سيكون هناك ضغوط على إدارة بايدن لو لم يكن هناك تجاوب. فأعتقد أن الموضوع ليس فقط خليجي، له بعد أمريكي، وهذا البعد الأساسي. الموضوع الثاني أنه Fox.com نشرت مقال وضعت صورة كوشنر وادعت أنه هو الذي هو عراب حل الأزمة، لكن كوشنر هو عراب خلق الأزمة أصلا، هو كان له دور كبير في هذه الأزمة، وأعطى أعطى دعم للموقف السعودي الإماراتي ضد قطر في بداية الأزمة، وأكد على أنه الموقف الأمريكي سيكون إلى جانبهم. وعندما تكلم الرئيس الأمريكي بعد الأزمة بأشهر في البيت الأبيض وهاجم قطر وقال نحن مع السعودية والإمارات، وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت ريكس تيلرسون قال ذلك في كتابه، أنه ثار غضبه ورفض هذا الكلام، وقال على أمريكا أن تحل الأزمة لا أن تشعلها وتأخذ مواقف. واتهم في ذلك الوقت ريكس تيلرسون بأن كوشنر هو الشخص الذي كان يرعى ويحرض الرئيس الأمريكي في هذه الأزمة. بالتالي هذه الإدارة هي خلقت هذه الأزمة، ومع خروج هذه الإدارة حل الأزمة أصبح أسهل بكثير. طيب، هذه نقطة لافتة جدا سأحتفظ بها أيضا لإحالتها لضيفينا في معرض النقاش، ولكن قبل ذلك سنعود مجددا يعني لمواد المسائية وهذا التقرير، المصالحة الخليجية حول الطاولة المستديرة في قمة العلا، وفيما لم تتضح شروطها الكاملة فإنها تكشف حاجة أمريكية ملحة لوحدة الدول الخليجية في مشروع تصعيد العداء والتهديد لإيران. التطبيع الخليجي الشامل مع إسرائيل يحتاج إلى غطاء مجلس التعاون موحدة لإزالة الحرج عن الرياض. حسن عبد الله. هبط الأمير القطري من الطائرة بينما كان الأمير السعودي على الأرض مستعدا لعناق تجاوز احتياطات التباعد الموصى بها، عناق يراد منه بث حرارة مفتقدة منذ سنوات لعلها تذيب جليد أزمة عاصفة كادت أن تتسبب بحرب مدمرة للبلدين ولدول الخليج. لم يعرف حتى الآن على ما بنيت الأسس الداخلية للمصالحة الخليجية وكيف أديرت المفاوضات عبر الكويت لتتجاوز الشروط السعودية 13 التي كانت ترفض الرياض التخلي عنها. الواضح أن الإدارة الأمريكية أدت دورا في تجاوز شروط الرياض ودفع البلدين باتجاه إنهاء القطيعة، ولكن هل ستقطع الدوحة علاقتها بطهران؟
وماذا عن علاقاتها القوية بتركيا؟ والأهم، ماذا عن علاقاتها ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين؟ الواضح أيضا أن قطر فازت بالضربة القاضية عبر جعلها دول المقاطعة تفك حصارها وتتراجع عن شروطها. لربما المهمات التي خططت لها إدارة ترامب تحتاج إلى اكتمال العقد الخليجي كغطاء سياسي واقتصادي وعسكري لأي عمل عسكري محتمل ضد إيران، هكذا يقول مراقبون. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر دفعا بالتوتر إلى مستوى خطر مع إيران، وركزا رؤيتهما على أولوية وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كبوابة عبور نحو إنشاء محور الحرب. كان واضحا موقف ولي العهد السعودي الذي استبق بيان قمة العلا بإعلانه أن الهدف هو مواجهة الأنشطة الإيرانية في المنطقة، لكنه بالتزامن كان لافتا ما قالته صحيفة الشرق الأوسط السعودية من أن العام الحالي سيكون عام السلام مع إسرائيل، سلام تتزايد المعلومات عن أن الرياض ستتقدم نحوه في المرحلة المقبلة. فالمحصلة، أصابت واشنطن ترامب عصفورين بحجر واحد، حصلت على مجلس تعاون موحد عنوانه الأول إيران هي العدو، وعنوانه الثاني تسهيل وتوسيع الاعتراف بإسرائيل كحقيقة في المنطقة. سيد رنتاوي، نريد أن نضع الأمر في الميزان بين الربح والخسارة. تبدو قطر تخرج معها المكسب الأكبر، حتى هذه القمة أرجئت لترتيبها بشكل أو بآخر، انتقلت من البحرين إلى المملكة العربية السعودية عشية هذه القمة، كان هناك فتح للأجواء البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية وقطر، كان شرطا قطريا حتى يأتي الأمير القطري إلى هذه القمة. ما الأثمان التي دفعت؟ كيف يقيم وضع ما قدم قبل 3 سنوات ونصف تقريبا من شروط لقطر، والمشهد حيث التأم؟ ماذا دفع كل طرف؟ يعني علينا أن نتذكر السياقات التي وضعت فيها الشروط 13. يومها كان الأمير في لحظة صعوده، كانت الإمارات في لحظة صعود، وكان هناك تهديدات بنقل الحرب إلى داخل الإيراني، الحرب على اليمن كانت في ذروتها، كان هناك إحساس بفائض القوة لدى هذين الحليفين بشكل أو بآخر، وظلنا في لحظة من اللحظات أن بمقدورهما في الحقيقة فرض الإملاءات والشروط على قطر، وجاءت اللائحة معروفة بكل تفاصيلها ولا داعي لإعادة ذكرها من جديد. الآن الأمور تغيرت، يعني وضع ولي العهد يعني في مأزق، بالذات ما في لحظة الانتقال بين إدارتين وهو ينتظر إدارة صعبة، إدارة بايدن. ثانيا تجربته في اليمن وانعكست وبالا عليه وعلى المملكة العربية السعودية، باسمه ارتبطت الحرب على اليمن، وباسمه يرتبط الفشل في إنجاز أهداف هذه الحرب، القضايا الداخلية، الاعتقالات، المعتقلين، الخاشقجي وغير ذلك من ملفات. إذن الأمير الآن ليس كما كان عليه قبل 4 سنوات. كذلك الحال بالنسبة للإمارات، يعني الإمارات تحولت شيئا فشيئا من حليف ورديف استراتيجي للسعودية في مشاريعها الإقليمية إلى عبء عليها وإلى حليف مشاكس ويتسبب لها بالكثير من المتاعب، وانظري ماذا يجري في جنوب اليمن على سبيل المثال. فكأنه لا يكفي السعودية المواجهات المفتوحة مع الحوثي حتى يخرج عليها الجنوب بكل هذه المتاعب وبكل هذه المشاكل. في ظني أن واحدة من أسباب استعجال السعودية تحديدا يعني في إتمام المصالحة مع قطر وحماستها الفائضة لطي صفحة الخلاف مع قطر إنما يعود إلى القلق السعودي من تنامي الدور الإماراتي المزعج للسعودية في أكثر من ملف على هذا الصعيد. ثالثا أريد أن أربط في الحقيقة بين ما جاء في تقريركم وما نتحدث به. قلتم أن توحيد الجبهة ضد إيران، هذه الجبهة لن تتوحد ضد إيران، هناك 3 دول خليجية على الأقل لن تجاري ما قاله اليوم يعني ولي العهد السعودي في جلسة الافتتاح بأننا نتوحد لمواجهة البرنامج النووي والصاروخي ودور إيران الإقليمي المزعزع للاستقرار. عمان لن تقبل بذلك، الكويت لن تقبل بذلك، قطر لن تقبل بذلك، هذا أولا. وهذا ما كنت أريد أن أقوله في الحقيقة في مداخلتي الأولى بأن مجلس التعاون
نجح خلال 40 عاما، لأنه كان قائما على عمود فقري واحد هو السعودية، وبرأس واحد هو السعودية. الآن في 3 رؤوس في مجلس التعاون، وهناك 3 أعمدة فقرية في مجلس التعاون، في السعودية، في الإمارات، في قطر. وبالتالي المرحلة التي كان بها أن المقدور السعودية أن تملي فيستجيب الآخرون، هذه في ظني أنها مرحلة انتهت، ولا بد للعلاقات بين هذه الأطراف أن تأخذ شكلا مغايرا. طبعا أتفق تمام الاتفاق مع ما قاله الدكتور خالد الصفوري في وصف وتشخيص وتحليل الموقف من الزاوية الأمريكية. ترامب هو المسؤول عن تفجير هذه الأزمة لأسباب ودوافع جشعة تجارية مالية معروفة، وترامب أراد أن ينهي يعني حقبته بإتمام هذه المصالحة، لكن تلاقى ذلك مع رغبة سعودية بشكل خاص في طي هذه المسألة. هناك اسمحي لي بين مزدوجين أن أقول يبدو أن هناك بعض المراجعات السعودية بشكل أو بآخر. مثلا تزامن الانفتاح على قطر مع غزل مع تركيا على سبيل المثال، راينا المكالمات. انا سارجع هذه النقطه سيد رنتاوي لانها مهمه، وزيري الخارجيه واجتماعهم في النيجر. لا سارجعها لانه ويبدو كانه هناك حلف متضررين ان صح التعبير، او استعداد لمرحله مقبله مع اداره بايدن، لانه حتى ما جاء في ما خرج من مخرجات ان كان مستوى يعني اتفاق المصالحه العليا او قمه مجلس التعاون الخليجي، تم الحديث عن عام 2015 مخرجات تلك القمه، ديسمبر كان الاول من ذاك العام، هذا العام كان عام الاتفاق، توقيع الاتفاق النووي الايراني. سأعود لهذه النقطه في يعني التاثيرات والتداعيات وربط الشبكه كما كنت تريد يعني ان ترسمها، معذرة يعني المقاطعة حتى فقط بمنهجية النقاش، ونسمع سيد النمر في هذه النقطة، النقاط طرحها سيد الرنتاوي وأيضا دكتور صفوري، وأريد أن أعرف كيف تفكر المملكة العربية السعودية، على اعتبار أن هناك من قدم أيضا أن ولي العهد تصدر المشهد، ليس لأنه الملك مريضا وإنما لأنه يريد أن يقدم أنه صاحب القرار، وبمكان أو آخر نريد أن نعرف كيف يتم الحسابات الإمارات مع السعودية، أيضا مصر في مكان ما، خصوصا بأنه في أثناء من عقدت هذه القمة حضر وزير الخارجية المصري، في وقتها أيضا حتى وزير المالية القطري في القاهرة. هذه التركيبة بماذا تفضي؟ ما الذي تحضر نفسها المملكة العربية السعودية ربما للتعامل معه في السنوات الأربعة المقبلة مع بايدن؟ أعتقد أن العاصمة السعودية تعمل على ترتيب أوراقها وأوضاعها للتعامل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن القادم للبيت الأبيض بعد نحو أسبوعين، ولا شك أن علاقة قطر مع الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون الأفضل بكثير من علاقتها مع الرئيس المغادر ترامب. وطبعا الرياض لا تريد أن تنسج قطر علاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة على حسابها، وهذا ما كان سيحصل لو بقي خلافها مع الدوحة، بل ربما الرياض تريد أن تصبح قطر جسرا لها نحو الرئيس بايدن، مثلما فعلت دولة الإمارات بعد فوز الرئيس ترامب بانتخابات الرئاسة قبل 4 سنوات، حيث كانت جسرا عبر عليه ولي العهد السعودي نحو الرئيس ترامب. السعودية تؤمن بأن المصالح الاستراتيجية الأمريكية مع المملكة تجعل واشنطن لا تستغني عنها وعن استمرار العلاقات الاستراتيجية، وهذا ما أكدت عليه تصريحات السعودية المسؤولة بعد التيقن من خسارة الرئيس ترامب وفوز جون بايدن. ولكن الرياض تعلم أن الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس بايدن وكبار مسؤولي الحزب الديمقراطي لا ينظرون بود تجاه ولي العهد السعودي، لا سيما أنه كانت له علاقات وطيدة مع الرئيس ترامب وصهره كوشنر. وتعلم الرياض أن الحزب الديمقراطي هو الذي تبنى الضجة بشأن جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بمبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، وأن قادة الحزب الديمقراطي هم من يثيروا قضايا المعتقلين السياسيين وحقوق الإنسان في المملكة، ولذا تخشى الرياض من أن علاقاتها ستكون صعبة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ولا سيما أن هذه الإدارة أعلنت أنها ستعيد العمل بالاتفاق النووي مع إيران، والذي كانت الرياض قد رحبت بإلغائه. وهذا الأمر طبعا يقلق السعودية، لأنه يعني إعادة فتح الأبواب الأمريكية أمام إيران للخروج من الحصار الذي فرضه عليها الرئيس ترامب. لذا ألاحظ أن السعودية أعلنت
أنها تود المشاركة بالمفاوضات مع إيران الأمريكية مع إيران بشأن شروط جديدة للاتفاق النووي. وبالنسبة لقضايا المعتقلين الحقوقيين وحقوق الإنسان، ألاحظ أن الرياض تستعجل الانتهاء من هذه القضايا من خلال إنهاء محاكمة بعضهم مثل أحمد فتيحي ولجين الهذلول، وهما أكثر اثنين من معتقلي الرأي وحقوق الإنسان أثيرت حول اعتقالهما ضجة أمريكية. وبرأيي ستواصل الرياض الانتهاء من محاكمة الباقين قريبا أو الإفراج عنهم. وأعتقد أن ترتيب السعودية أو سعي السعودية للمصالحة مع قطر يأتي في إطار إعادة السعودية لترتيب أوراقها وبناء علاقات جديدة مع الرئيس الأمريكي. وأرى أن لهذه المصالحة أهداف أمريكية أخرى، وهي استكمال الترتيبات لتوجيه ضربة عسكرية موجعة ضد إيران. ومن أجل ذلك ضغط الرئيس ترامب لتحقيق هذه المصالحة. فالحلف الأمريكي الخليجي لضرب إيران الذي يتوقع أن يتم قبل انتهاء الأسبوعين المقبلين سيكون ناقصاً بعدم وجود قطر في هذا الحلف. ومن هنا نرى السبب الحقيقي لمشاركة مبعوث الرئيس ترامب وصهره جاريت كوشنر في حفل التوقيع على المصالحة الخليجية التي كان للكويت الدور الأفضل والأكبر فيها. فاشتراك مبعوث الرئيس الأمريكي كوشنر في حفل التوقيع على اتفاق المصالحة يبدو وكأن واشنطن تريد من خلاله تأكيد هيمنتها على القرار الخليجي وتأكيد التحالف الأمريكي الخليجي الذي قد يكون هدفه ضرب إيران عسكريا. دكتور صفوري، جملة من النقاط طرحها سيد النمر أريد أن أختصرها، بمعنى ما صحة فعلا أو قدرة أن يكون هناك جبهة بشكل أو بآخر ترتب الأمر إلى يعني مواجهة أو التعامل مع سياسة بايدن التي توصف بأنها أكثر انفتاحا باتجاه إيران وخصوصا الاتفاق النووي؟ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته ذكر الصواريخ البالستية الإيرانية، ذكر برنامج النووي الإيراني، تحدث عن ضرورة شراكات، وهذا أيضا جاء في البيان، مع دول وحتى منظمات لإيجاد ما يشبه الجبهة أو تتوحد في التعامل مع التهديدات كما وصفها في المنطقة وأوسع من ذلك. هل تستطيع مثل هكذا جبهة أن تعطل في مسار ما يريد بايدن الذهاب فيه في التعامل مع المنطقة خصوصا الملف الإيراني؟ وهل فعلا ترتيب جبهة أن يعني تنقصها قطر لترتيب يعني مواجهة عسكرية مع إيران مقنعة؟ لا، كلام غير صحيح. والذي تابع مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني في الإدارة السابقة، إدارة أوباما، اللابي الإسرائيلي الذي لديه نفوذ في واشنطن لا أقول عشرات مئات أضعاف اللابي الخليجي. اللابي الخليجي كله مدفوع الثمن، يعني يتم تعيين مكاتب نفوذ سياسي ويدفع لها، وهذه المجموعات لا تستطيع أن تقوم بالنفوذ التي تقوم به الجالية اليهودية التي لها وجود في الأحزاب السياسية في الحزبين الجمهوري والديمقراطي. لديهم 10 أعضاء في مجلس الشيوخ و30 عضو في مجلس النواب، ولديهم قواعد أساسية في مراكز الفكرية، ولم تستطع أن توقف الاتفاق النووي رغم أنه جزء من الذين فاوضوا. يعني سناتور كاري كان تاريخيا له علاقة قوية مع اللابي الإسرائيلي، لكن رغم ذلك لم يستطيع اللابي الإسرائيلي أن يوقف الاتفاق. ونتنياهو جاء وخاطب الكونغرس الأمريكي بشقي الجمهوري والديمقراطي، وهذا أغضب الديمقراطيين حتى من أبناء الجالية اليهودية أن يأتي رئيس دولة إسرائيل ويتحدى رئيس ديمقراطي. فكل هذه الجهود من اللابي الذي له وجود ونفوذ حقيقي في واشنطن لم يستطيع أن يوقف الاتفاق. فالادعاء أو الاعتقاد أن لابي من دول الخليج يستطيع أن يوقفه هذا كلام غير منطقي، إلا إذا كانت الإدارة تريد ذلك وهي لديها استعداد. طبعا هنالك أمور مختلفة. وزير الخارجية القادم توني بلينكن تاريخيا له علاقة بالجالية اليهودية، ويهودي من نيويورك، وعمل في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، كان مساعد للسيناتور بايدن عندما كان في مجلس الشيوخ كذلك،
وأعتقد أن مواقفه قد تختلف قليلا، لكن كل ذلك يعتمد على إرادة الرأس، رأس الحكومة وهو بايدن. أعتقد أن هنالك غضب كبير من الإدارة الجديدة أن الرئيس ترامب قام بإلغاء تقريبا كل قرارات الرئيس أوباما، وهذا لا يحصل تاريخيا. الجمهورية والديمقراطية تأتي إدارات مختلفة، يتم تشريع قوانين جديدة، والغالبية العظمى من هذه القوانين يتم تمريرها إلا في الشؤون الاقتصادية. الرئيس أوباما حكم 8 سنوات، وخلال سنتين قام ترامب بتفكيك كل قرارات إدارته في السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، وأعتقد أنه بايدن أمامه 4 سنوات أن يعيد ما فككه الرئيس المنتهي إدارته ترامب خلال 2 أسبوع. سنرى أنه جزء كبير من هذا سيتم إعادته، قد يكون هنالك بعض التفاصيل المختلفة من قبل الإدارة الجديدة، لكن لن تستطيع دول الخليج حتى بجبهة موحدة، وهم يقولون يتكلمون الآن عن جبهة موحدة مع إسرائيل تضم الإمارات والبحرين والسعودية من وراء الكواليس من أجل أن توقف هذا الاتفاق. أنا أستبعد جدا أن يكون بيدهم ما يستطيعوا أن يوقفوه. الإدارة الجديدة وقالت أنها ستجدد هذا، الإدارة الجديدة قالت أنها ستعيد الولايات المتحدة إلى اتفاقية المناخ، قالت أنها ستعيد الولايات المتحدة إلى منظمة هو المعنية بالصحة العالمية، وبالتالي كل ما قام به الرئيس ترامب أو غالبيته العظمى سيتم نقضه من قبل هذه الإدارة الجديدة، وجزء من ذلك الاتفاق النووي الإيراني. طيب بكل الأحوال ما بعد الفاصل يعني نوسع أيضا في دائرة النقاش، لأنه لا ندري إلى أي حد قد تبلسم كلمات العلا ما جرح به اللسان على مدى سنوات 3.5 وأكثر بين دول يعني الخليجية، وأيضا إلى جانب باتجاه مصر، وما حدث في هذه الفترة أيضا من تحولات في المنطقة وداخل أيضا منطقة الخليج، تحالفات وصعود قوى وتغير أيضا في النظرة، كيف يمكن أن تنعكس ما جرى أو ينعكس ما جرى في العلا على ذلك؟ ولكن سنقف مع فاصل. سيد سليمان النمر، سيد عريب رنتاوي، الدكتور خالد الصفوري، ومشاهدينا تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. فتحت الأجواء من جديد بين أخصام الأمس، لكن ماذا عن الشروط التي كان الرباعي العربي السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد وضعها على قطر كمدخل لإعادة بناء الثقة، وفي مقدمها جملة نقاط تتعلق بعلاقة قطر بإيران، منها خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع طهران وعدم إقامة أي نشاط تجاري معها يتعارض مع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. يضاف إلى هذه الشروط إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على أراضي قطر وإلغاء التعاون العسكري مع أنقرة، إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر على نحو مباشر أو غير مباشر، والامتناع عن دعم أو تمويل المنظمات التي تصنفها الدول الأربع والولايات المتحدة الأمريكية على أنها إرهابية، وقطع علاقات الدوحة بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الله إضافة إلى القاعدة وداعش وإدراجها كيانات إرهابية. كذلك شملت الشروط التزام قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي وأن توقف تدخلها في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأربعة. انطلاقا من هذه النقاط نعود من جديد إلى ضيوفنا بعد تجديد الترحيب بهم. سيد سليمان النمر معنا من العاصمة الأردنية، سيد أو الدكتور خالد صفوري معنا من واشنطن، وسيد عريب رنتاوي من العاصمة الأردنية أيضا. مرحبا من جديد بضيوفنا، وإياك أستأنف النقاش سيد الرنتاوي. نريد أن نعرف الآن المشهد كيف يمكن أن يكون بناء على التحولات الكبيرة التي جاءت في المنطقة في أيضا دول الخليج في هذه السنوات للأزمة الخليجية، المقاطعة أو الحصار كما يحلو لكل طرف أي يسميها. هناك عناوين يفترض أن نقف عندها خصوصا بعلاقة قطر مع تركيا مع الإخوان المسلمين، في الحديث عن إمكانية أن نرى جبهة يتم الاستفادة منها من المتضررين، تركيا إلى جانب قطر قد تذهب باتجاه السعودية مع إسرائيل لخلق جبهة في مكان ما تحصن نفسها مما تعتبره مخاطر الإدارة المقبلة.
يعني هناك حراك كثيف في هذه المنطقة، هناك إعادة تعريف للأولويات وربما لخرائط التحالفات في هذه المنطقة. بدأ بكثافة منذ أن لاحت في الأفق بوادر فوز إدارة بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الفائتة. التفكك الذي أصاب الرباعي العربي فيما خص قطر لم يقتصر على قطر والأزمة الخليجية فحسب. انظري على سبيل المثال كيف تغرد مصر الآن بعيدا عن الإمارات وعن السرب الرباعي في الأزمة الليبية. هم ذهبوا إلى طرابلس الغرب وأبرموا اتفاقات، والعلاقات الدبلوماسية ستستأنف، والرحلات المباشرة ستستأنف وغير ذلك. قنوات الحوار التركي المصري أيضا هذا لاحظناه قبل برهة من الوقت، وربما تتطور هذه العلاقات بشكل أو بآخر. هناك ديناميكيات كثيرة يعني تجري في هذه المنطقة. أعتقد أن السعودية تفكر باستعادة زمام المبادرة بعد أن فقدتها في السنوات الأربع الفائتة لصالح الإمارات. هذا أيضا أمر تفعل مصر الآن في الأزمة الليبية، وهي بالنسبة لمصر مسألة بالغة الأهمية وبالغة الاستراتيجية بهذا المعنى. لذلك يبدو أن الدور المهيمن للإمارات الذي غطى على هذا الرباعي وعلى هذا الحراك السياسي والدبلوماسي العربي في طريقه إلى التفكك في أكثر من أزمة وعلى أكثر من محور بهذا المعنى. في هناك مبالغة في ظني أن توحيد الصف الخليجي من وإسرائيل من أجل الهجوم على إيران وربما التوطئة لحرب على إيران وشيكة وربما قبل خروج بايدن، أعتقد أن الأمر ينطوي على كثير من المبالغة في هذا المجال وربما يكون تطيرا في غير محله. أما فيما خص علاقات قطر تحديدا يعني بالأطراف الإقليمية الفاعلة في المنطقة إيران وتركيا، لا أظن لأن قطر التي استطاعت أن تطور علاقاتها مع إيران في ظل إدارة ترامب سوف تجازف بتخريب علاقتها مع طهران فيما بايدن يعد بالعودة إلى الاتفاق النووي، هذا وبعد أسبوعين من الزمن. أعتقد أن هذا أمر غير منطقي وغير غير مفهوم وغير صحيح بالمعنى السياسي. كذلك الحال إذا كانت يعني السعودية تغازل تركيا، وإذا كانت مصر تفتح قنوات مع حكومة طرابلس وتفتح قنوات سرية أمنية واستخبارية مع أنقرة، لماذا ستجد يعني قطر نفسها مضطرة لاستعداء قطر بهذا المعنى؟ في ظني أننا أمام توليفة سياسية هدفها ضبط إيقاع الأزمة الخليجية، تحييد واحتواء الخلافات، إدارتها بطريقة مختلفة، إتمام المصالحة مع قطر في هذا المجال. وفي ظني أن رئاسة ولي العهد للقمة الحالية بصرف النظر عن الظروف الصحية للعاهل السعودي، أعتقد أنه أمر ينطوي على دلالات مهمة. ولي العهد السعودي لعب دورا متحمسا في الأزمة ضد قطر، وكان ربما يعني عنصر الصدام الرئيسي في السياسات السعودية حيال قطر خلال السنوات الأربعة. أن يقوم هو شخصيا بهذا العناق الحار وبهذا الاستقبال المميز والجولة التي استعب، أعتقد أن هذا الأمر يثير الطمأنينة لدى قطر بأن مستقبل العلاقة السعودية القطرية ليس مرهونا ببقاء الملك سلمان أو غيابه عن المشهد، وإنما ولي العهد يتولى هذه الصفحة وهو من يقودها وهو الأكثر حماسة لها. أعتقد أننا أمام رياح جديدة تهب في هذه العواصم وربما تؤدي إلى اختلالات في توازنات القوى في داخلها وفي مواقع اللاعبين الأساسيين وأدوارهم في هذا المجال، ودائما في ظني ربما يكون على حساب الإمارات على وجه الخصوص. طيب موضوع اللقاء يعني تحديدا يعني إعطاء هذه الأهمية والمكانة للأمير القطري على رغم ما استمعنا إليه يعني من عمليات على وسائل الإعلام السعودية والتي تمولها وما إلى ذلك، شيطنة ويعني أكثر من ذلك على غير مستوى، ورد أيضا يعني الأمير القطري بالطائرة التي جاء بها فيها أيضا بعض الرسائل حول شقير كما سميت وهي تتبع لمدينة الشقراء والتي هي تعتبر من مدن نجد القديمة التي يعود منها سلالة تميم بالأساس في تلك المناطق، في عمل رسائل مغازلة محاولة تغيير الصورة التي كانت والتي روج لها بالإعلام. وهنا اسمح لي أن أنتقل للسيد النمر بسؤال، هنا طرح السيد الرنتاوي نقاط عديدة مهمة لكن واحدة منها قطع صمدت بين قوسين طبعا على ما تقدمه في هذه السنوات لأنه إيران
فتحت لها المجال. لذلك لولا وجود إيران لكان مشهد قطر فيما تريده الآن في وجود الأمير القطري في العلا بالطريقة التي جاء بها لكان مختلفا، وبالتالي ما يطرحه السيد رنتاوي لا يمكن لقطر أن تفرط بذلك على اعتبار بأن الإدارة المقبلة ستكون باتجاه مختلف باتجاه طهران. نقطة أخرى موضوع تركيا في علاقة قطر، فيها تحولات كثيرة حدثت في الخليج وكذا بالنسبة للمنطقة. موضوع الإخوان المسلمين، هذا كيف سيكون يعني عملية هذه الخلطة، كيف سيتم يعني موازنتها؟ في الحقيقة أولا أريد أن أصحح لك، الطائرة التي جاء عليها الأمير قطر كان اسمها إشيغير، وهي اسم مدينة تبعد 200 كيلومتر شمال الرياض، وهذه المدينة هي مسقط رأس آل ثاني حينما، وهذا ما قلته تماما فقط اللهجة اختلفت. عفوا، هذا ما قلته تماما فقط اللهجة، يعني أنت تقول إشيغير يعني بطريقة اللهجة السعودية. لا أنا أريد التصحيح، اسم المدينة فقط. لا أنا اللهجة هي إشيغير. على كل حال ليس هذا الموضوع. قطر استطاعت أن تواجه الحصار والمقاطعة المفروضة عليها من خلال ثلاثة أشياء. أولا بناء علاقات جيدة مع إيران، وحيث فتحت لها إيران المجال الجوي وأيضا زودتها باحتياجاتها من المواد الاستهلاكية لا سيما الزراعية، هذا أولا. ثانيا تركيا، لتركيا دور كبير في صمود قطر ضد دول المقاطعة. تركيا أقامت قاعدة لها في قطر، تركيا يوجد حوالي 2000 إلى 3000 عسكري تركي موجود متواجدين في قطر أيضا، وتركيا دعمت قطر سياسيا وعسكريا وأمنيا، ومن هنا هذا. والأمر الثالث، استطاعت قطر أن تبني بعض العلاقات، وربما الدكتور الصفور يعلم، بعض العلاقات مع بعض اللوبيات أو مراكز العلاقات العامة في واشنطن، مما خفف الضغط الأمريكي نوعا ما وضغط الرئيس ترامب بشكل خاص عليها. هذه ثلاثة عوامل جعلت قطر هذا. ولا شك أن مجيء الرئيس بايدن يعتبر انتصار لقطر ويعتبر دعم للموقف القطري، ومن هنا قطر كانت دائما تقول أنكم إذا أردتم المصالحة وفك الحصار عني تعالوا نتحاور بدون أي شروط مسبقة، وهذا ما تم خلال هذه القمة. وأعتقد أن مشاكل الخلاف التي أدت إلى الأزمة مع قطر سيتم بحثها والتفاوض بشأنها. بقي معي دقيقة، سامحني سيد النمر، اسمحي لي بعد دقيقة فقط، سامحني أريد أن أسمع رأي الدكتور صفوري بما طرحت. دكتور صفوري بدقيقة لطفا، هكذا الوقت يعني انتهى الوقت بالكامل في دقيقة فقط، وموضوع إسرائيل التطبيع معها في جملة ما جرى، أين يمكن وضعه في المشهد؟ أنا لا أعتقد أنه موضوع التطبيع مع إسرائيل له علاقة بالمصالحة، لكن مهم جدا للجمهور أن يعرف أنه كان هنالك خطة في أول الأزمة لاجتياح قطر وإنهائها من الوجود. يعني بعد أسبوعين من الأزمة كان هنالك خطة بدخول قوات سعودية صحيح. من البر، دخول قوات إماراتية من البحر، وهذه الخطة تم إيقافها من قبل وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع، لكن الرئيس ترامب في ذلك الوقت غض الطرف عن هذا الموضوع، وكان أقل ما يقال أنه كان متواطئ. كان هنالك تسريبات صحفية في الصحف الأمريكية نيويورك تايمز، واشنطن بوست، وحتى الول ستريت جورنال هي محسوبة على اليمين الأمريكي وقريبة من ترامب، ذكرت ذلك في روايات عدة، أنه كان هنالك تحركات عسكرية وصور لقطعات برية سعودية لدخول قطر، فهذا كان جزء من الخطة بالنسبة للسعودية تقضي على مشاكلها المالية، فهي تحتل دولة هذا أولا، وثانيا توقف الإزعاج الذي يأتيها من قناة الجزيرة وما يتعلق بذلك. فباختصار أنا لا أعتقد أنه له علاقة في موضوع المصالحة الخليجية. أعتقد الكويت قالت المصالحة عفوا مع إسرائيل، الكويت لديها موقف واضح في هذا الموضوع، حتى وزير الخارجية قطر ولا قطر مع إسرائيل في... أنه ممكن أو إطار التحالفات بالنظر للحديث عن مثل هكذا جبهة. قطر ربطت موضوع التطبيع مع إسرائيل بحل القضية الفلسطينية،
وأعتقد أنه هذا كان قرار واضح خلال زيارة وزير الخارجية لواشنطن، ذكر ذلك لوزير الخارجية الأمريكي بامبيو وتم نشر ذلك في الصحف الأمريكية. شكرا جزيلا لك دكتور خالد صفور، المستشار السياسي لمركز ميرديان للدراسات الاستراتيجية، ضيفنا من واشنطن. سيد عريب رنتاو مدير مركز القدس للدراسات السياسية، ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك. سيد سليمان النمر، ضيفنا من العاصمة الأردنية، الصحفي المتخصص في الشؤون الخليجية، شكرا جزيلا لك. كل الشكر لضيوفنا ولمشاهدينا. المسائية انتهت، دائما للمزيد الميادين.net. إلى اللقاء.